يا أخ العرب، أين نجد محمدا الأمين؟ هل جئتما من مكان بعيد؟ أجل، إننا نقصده من أجل أمر مهم. حسنا، منزله هناك. هل تظن أنه سيسلمنا زيدا؟ لا تقلق يا أخي، لقد سمعنا أنه رجل ذو خلق كريم. هذا ما آمله، فلقد اشتقت لزيد كثيرا. أهذا منزل محمد الأمين؟ بلى، تفضلا لتستريحا من عناء سفركما. يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم، تفكون العاني وتطعمون الأسير. جئناك في ولدنا زيد، فمن علينا وأحسن في فدائه. فرد عليهم الصادق الأمين: ادعوا زيدا وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. لقد أنصفتنا، لقد أنصفتنا والله وزدتنا. ما توقعنا كل هذا السماح. زيد، زيد بني، لقد كبرت كثيرا، اشتقت لك يا بني. الحمد لله أنك لا تزال حيا. فخاطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيدا: بني، أتعرفهما؟ بلى، هذا أبي وهذا عمي. فسأله النبي الكريم مخيرا: بني، اخترني أو اخترهما. أنا لست أختار أحدا سواك، أنت خير أب وخير عم. ويحك، أتفضل العبودية والرق على الحياة مع والديك وعشيرتك؟ أتريد أن تكون عبدا طيلة حياتك؟ أترفض حريتك؟ أبي، أرجوك لا تغضب، لقد رأيت من هذا الرجل الشيء الحسن والجميل، لقد غمرني حنانه وعطفه، وقضيت معه سنوات سعيدة، لذلك أنا آسف يا أبي، لا يمكنني أن أتركه الآن. ما الذي تقوله يا زيد؟ فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعالوا معي جميعا. ما الذي يريده هذا الرجل منا؟ لست أدري، ولكنني أتعجب من حب زيد له. فدعا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيدا، ثم نادى: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن هذا زيد ابني، أرثه ويرثني. الحمد لله، الحمد لله. هل قرت عيناك يا أخي؟ كيف لا، فزيد حر، بل وابنا للرجل الذي تسميه قريش الصادق الأمين، سليل بني هاشم وموضع حفاوة مكة كلها. كيف لا يطمئن قلبي على زيد وقد ظننت أنه مات؟ لقد صار زيد سيدا في قريش، الحمد لله، الحمد لله. ونزل الوحي على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم. يا رسول الله، لم ذهابنا للطائف؟ رد عليه النبي الكريم: ندعوهم لعبادة الله ونبذ الأصنام، عسى الله أن يفتح قلوبهم للإيمان. يا رسول الله، يبدو أن قريشا قد أخبرتهم بنبوتك، لا شك في أنهم قالوا لأهل الطائف أن لا يستمعوا لك ولا يكلموك. ونادى الرسول الكريم:
أيها الناس، أيها الناس، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إني رسول الله إليكم. فرفع النبي الكريم كفيه داعيا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟